تعليقك نعم، يا نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يعفو عنه وأن يضاعف حسناته وأن يكفر سيئاته وأن يغفر لنا وله. والتعازي موصولة لأهله وذويه ومرؤوسيه. وفي الوقت نفسه أقول يعني هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين بأن الموت يصيبنا جميعا لا ينجو منه أحد. وأخص بالتذكرة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، فأقول لهما بأن هذا صاحبكما وزميلكما وفي مثل رتبتكما، والآن قد اخترمه الموت واختطفه هادم اللذات وصار مرهونا في قبره بعمله، لا يرجو زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، وهو مسؤول عما قدمت يداه. فكذلك أنا وأنتم وهو وهي. فيا أيها الناس، قدموا لأنفسكم ما ينجيكم بين يدي ربكم وما ينفعكم أول ليلة لمبيتكم في قبوركم. وأسأل الله أن يختم لنا جميعا بالحسنى.